on commence à filmer. Et là, un accident. Oh, un accident. Un accident. La vitesse. Je suis là, tu vois. Autre le geste d'hiver. Le signal. Le vert. Dès qu'il n'y a pas la main de l'eau. C'est W. Le signal. أمطار الخير والبركات بمدينة طنجة، ومنها يحدثكم اليوم مصايق شانة. حفيد يا حفيد يا ستار، هذه الأمطار اللي كانت معروفة بها طنجة، كنتذكر بالضبط أول سنة جيت لمدينة طنجة في 1979، وكان كنت صادفت واحد اليوم مطير في حال هذا، ولي طونجيروا بيان سور القدام ما كنهضر شي مع الجداد، لأن شحال من واحد كيقول لك أنت ماشي طنجاوي، الجواب بسيط هو أنا مغربي، صافي، دونك ما كندخلش في التفاصيل، أنا مغربي من طنجة للقويرة، اللي ما عجبوش الحال اللي يشرب المحيط الأطلنطي و سمعتي يا سيدي عزيز، راه كنعرفك غادي معايا في الخط، و سيدي حسن الكازاوي ومدام أمينة بلا ما نذكر الاسم الخاص، والأمريكا والأستراليا، أي والله إلا واحد المغربي اتصل بيا، الأستراليا مسكين الله يكثر خيره، شعر بتا مغربية، قال لك حسيت بك بأنك مغربي، أنا مغربي وكنقولها يعني الوطن عندي فوق كل اعتبار، ما نبدلش هذه البلاد واخا تعطيني مال قارون، شي واحد كيقول لك ما سبقلكش خرجتي، ما سبقلكش، كنقول له يمكن ما عرفنيش، هذاك الشيء اللي نعطيك واحد المثال بسيط. 1981 والمغاربة اللي كبارين شوية في السن كيعرفوا هذه المسألة، شكون كان كياخذ الباسبور؟ كان عندي جواز السفر في 81 وغادرت المغرب في 81، صافي، كنت باقي ديك الساعة طالب يالله في السنة الأولى كنظن، ولا الوطن هو الوطن رقم واحد، ما نخرج بيان سور من حقي، الحق في التنقل هذا حق من حقوق الإنسان، ولكن نسمح في الوطن ديالي شي واحد آخر أبدا، صافي هذه النقطة هذه ما نعاودش شي واخا نشرب هذا الماء هذا اللي كيطيح نشربه من الأرض وما نتخلاش على هذا الوطن هذا، ونتمنى أن المغاربة يبغيو بلادهم بحال اللي واحد المجموعة هاد المغاربة، وهادو هما اللي باقيين قابطين شويش في هاد البلاد اللي عندهم غيرة على هاد الوطن. قلت أمطار الخير والبركات، الحمد لله، وفي ما قلت 1979 كنت جيت للمدينة طنجة وصادفت واحد اليوم مطير في حال هذا، وكنت ضروري أنني نمشي لواحد المكان في يعني في الجهة ديال حومة بلجيكا، ما كنتش كنعرف أنا ذاك المدينة طبعا، بقيت في واحد القهوة، شكون اللي غادي يعرفها؟ غادي يعرفوها الطنجاويين القدام، هي مقهى وليلي، راه دزنا حداها يالله تقريبا في البداية اللي بديت كنسجل، وليلي اللي كيعرفها طبعا راه بالقرب مدينة مكناس سيد فوليبيليس، حنا هنا في شارع بوليفار اللي كيتسمى بوليفار سي بولفار دو باستور، و
طبعا الشتا كطيح السياره كتكون مشدوده كدير شويه الضباب، دونك الصوره ما عرفتش واش غتكون الصوره واضحه ولا لا، فمعذره يعني راه ماشي الخطا تقني ماشي مني. الوجهه ديالي الان هي انا رفقه واحد طنجاوي حيت ساديتي انت ولا لا شو فيها دونك في ان طونجيروا ان فري طونجيروا. ودابا الوجهه ديالنا قلنا راه نضربوا واحد الدويره في الجهه ديال المحطه ديال القطار الجديده، نشوفوا الاجواء كي دايره تما ونقل لكم واحد الصوره على طنجة في هذا الظرف هذا اللي ماشي هو الصيف، اللي جا في الصيف راه كيعرف طنجة كي كتكون عامره بزاف. دونك دابا الشتاء عاود عندها واحد الطابع اخر، ياك شفتو الماتريكول لا عندنا مشكل في السوقان باقي ما كاينش بزاف، ما كيحترموش القانون، الممر ديال الراجلين حديث ولا حرج. راجل كبير مسكين الى وصل لواحد السن وجا قطع الطريق راه مشكله، راه ما كاينش اللي غادي يحترموا ولا غادي يوقروا. شحال من الحوادث كتوقع في ممر الراجلين، نتمنى من عند الله ان هاد الرساله توصل للناس اللي سايقين، راه لا داعي للسرعه، راه غتوصل شحال غتوصل مع الطل جوج دقائق ثلاثه في داخل المدينه، راه هي كتجري كتعذب راسك، راه ماكسيموم ديال خمسة ديال الدقائق الا تعطلتي وحتى ديك السرعه جري في نهايه المطاف كيوقفك الفروج. دونك اما غتزيد تكمل في خرق القانون تحرق له الفروج، ولا غادي تضطر انك تسنى وداكشي اللي زربتيه عاود غادي تعطلو وصافي. قلت الوجهه هي المحطه ديال القطار الجديد، و يلاه في الصباح سمعت شي اخوان كيقولوا بانه 3 ايام سي غراتوي، ماشي انا اللي كنقولها، ما عندي حتى شي دليل، ولكن كيف ما كان الحال انا لو غراتوي ما عنديش معاه. بيان سور خليو هذاك اللي مسكين بغى مادام اللي عنده الامكانيات حق يخلي الفرصه لهذاك اللي ما عندوش الامكانيات. بيان سور في لابارتي بروموسيونيل ما كرهتش شي ندير شي جوله ونقل لكم الصوره يعني ديال الرحله ديالي لمدينه الرباط ان شاء الله، وغنستغلها في نفس الوقت لزياره افراد العائله تما. وهاد 3 ايام اللي مجانيه ما عرفتش صحيحه ولا لا، وكنعتقد ان غادي تكون الدنيا عامره فوق القياس، ولهذا يستحسن ان الانسان يتجنب هاد، لان الكراتوي حنا معروفين، ما عرفتش واش غير حنايا ولا منين ما بغيت سير بحال هكا اكوش اكوش عندك ديال السيليان هذا باش ترى شويه السودان كيكون ريسكي. الحمد لله انتم كتشوفوا امطار اللي هي حقيقه كميات وافره، وهاد الطريق اللي حنا فيها هي المؤديه للطريق الساحلي. قلت هاد القطار تقال عليه الكثير، دابا المشروع تنجز، وديك الاسعار اللي شفت وتبارطاجات على نطاق واسع في الواتساب وفي الفيس نتمنى تكون ديك الارقام صحيحه، وان كان انا بالنسبه لي بان لي فيها شويه ديال الغموض، لان مقسمينها ها بروموسيونيل ها ستاندار ها انا ديك اجيني غود قول لي البي شحال ها بروميي كلاس بشحال ها دوزيام كلاس بشحال، اما هادي الويكاند بثمن وسط سيمانه بثمن ونهار العيد بثمن
لي زور دو بوينت لي زور الا جا عيد راه سو دي زور دو بوينت الا فوقاش نسافر نسمح في الخدمه باش نسافر يمكن شيء الطلبه شفت المساله ديال التخفيض بالنسبه للطلبه ممتاز ما خصناش نشجعوا الطلبه ديالنا انهم يتحركوا حتى هما وهذو اللي كيفتشوا على العمل نفسحوا لهم مجال انهم يتحركوا شويه يشوفوا يتنقلوا للدار البيضاء الرباط القنيطرال فين كاين المشاريع وطنجه طبعا فين كاين المشاريع الاقتصاديه وفين كاين مناصب الشغل. اذا بالدردشه معكم انا وصلنا يعني المحطه القطار هي اللي انفاس معنا في الراس ديال الطريق هي حبسه الشتاء دونك المحطة بقى ما تحلاتش مازال لا باقي حسب ما قيل لي هذا الصباح داكشي علاش قلت لك يلاه الاول زمان لا لا ولكن مادام انها خدمات دونك لي طرابو ما تسالاو ولكن انتم كتشوفوها تقل واحد شويه شي هنايا وي سير سير غازي تقرب حاول تشد لا دروات و سي بون يا هادي اللي امامنا محطه طنجه المدينه كار طنجي فيل ايوا سي بون كمل الدوره ديالك السيليار منين لا صافي صافي انا صافي كنت محلول لا لا ما طبعا ملي تفتح ديك الساعه دابا نعاود ندير شي جوله نيشان انا غتديني الولايه وي الولايه ثانك يو الو الى اللقاء في فيديو مقبل وتحياتي للمتتبعين سيدي عزيز المكناسي انت في البال سيدي حسن تحياتي حسن طبعا الكازاوي حسن الفيزيسيان ديالنا حسن لو بلج والاصدقاء الاخرين اللي طبعا ما كنعقلش على السميه ديالهم من بعض الاحيان كيسميو راسهم بشي اسم كيجيني غريب ماروكولانديا ماروكولاند ماروكولاند وقيلا والعديد والعديد اناث وذكور وطبعا ما ننسى شيء افراد العائله الحفيديه يلا نخليكم مع هذه اللقطات ديال الامطار لا زالت مستمره والله يحفظكم جميعا من كل سوء والى فيديو مقبل